أو حد مش وقت ريفرنسز لمحاضرة واحدة ودول هاند بوكس وتكست بوكس كبيرة شغالين بالتفصيل على جهاز الباين، أو حد بعد كده حب يعرف جهاز الباين أكتر يعرف عن جهاز الباين أكتر هيرجع للأربع كتب دول وفي غيرهم. لو حد محتاجهم يشيلهم من دلوقتي هم عندي، شوفوا من كتب الدفعة فين، لو محتاجينهم مش محتاجينهم اسمعهم عندكم. طيب نشوف الاوفر فيو. الموضوع بدأ من اسكندريه 100 سنة قبل الميلاد، في عالم يوناني موجود في اسكندريه هو اللي اخترع اول جيت انجن. الفكره ازاي؟ عنده ميه بيغليها وعامل السفير دي كده متعلقه او سبورت التيوبز دي يدخل منها البخار يطلع من التو هولز اللي هنا يعمل جيت يخلي السفير تلف. ودي كانت اول او فكره اول جيت انجن. بعد كده كان 1500 في الحدود دي ليوناردو دافنشي برضه واكيد اخذته كلام اللي عمله ليوناردو دافنشي ورسم كل حاجه تقريبا من رسم الفلويد والسينما او مجال السينما فلويدز رسم حاجات كتير وفي الاخر كلامه هو اللي بيطلع صح. هو كان شايف المواضيع قبل ما نبدا نصور او نبدا الناس تصور شكل الفلو حوالين السلندر ماشي عامل ازاي، بتحط سيتس، السيتس دي بتمشي على بتاخد نفس الستريم لاينز بتاعت الفلو وبتعمل اكسيتيشن للسيتس دي بليزر تشيب ليزر، وبعد كده بتصور من كاميرا في الاتجاه العمودي عليها عشان تشوف شكل السيتس دي وهي منوره في الكاميرا. فهو رسم برضو فكره لجهاز التيرباين بس عشان يقلد شوايه بيسموها تشيمني جاك. اول واحد عمل حاجه قريبه من الجهاز التيرباين اللي هي موجوده اليومين دول كانت في القرن ال 18 عالم انجليزي اسمه جون باربر، وانما اول جهاز تيرباين في شكلها الحديث كانت في الثلاثينات برضو واحد انجليزي تاني اسمه فرانك ويدل. هو كان عنده كومبريسور وكومبريسور تشامبر وبعدين تربين. يبقى من الثلاثينات بدا يحصل اهتمام بالجاز تيرباين كاحد الاجهزه اللي بتديني باور تحول الفيول او الكيمستري لميكانيكال باور. جي اي دخلت جنرال الكتريك دخلت في الموضوع، سيمنز، اليو اس ديبارتمنت اوف انرجي، النافي بتاعهم دخل في كل ده صرف فلوس على الريسيرش عشان يحسن الكفاءة من 14% بتاعت أول جاز تيرباين يخليها توصل ل 30 و 40%. طيب البرايتون سايكل أو الجاز تيرباين الأيديال سايكل بتاعتها هي برايتون سايكل أو جول سايكل اللي هي الفكرة دي زيها زي الكومبشن انجن. انتوا في الفورس روك انجن كان عندي كام بروسيس كده من الاول ايه اللي بيحصل؟ انتيك تمام؟ وبعدين كومبريشن وبعد كومبريشن ده السرو في قبل الكومبشن في حاجه في كومبشن تمام؟ كبروسيسز في كومبشن وبعد الكومبشن في اكسبانشن وبعدين اكزوست. يبقى انا البروسيسز دي كده لازم كلها تحصل عشان اطلع انجن جديد او جاس تيرباين فور ستروك، تو ستروك، سكس ستروك، في حاجه اسمها فور سلاش تو ستروك، ده بيشتغل شويه وده بيشتغل شويه على حسب السرعه بتاعت المحرك. اي كومبشن مود بقى تشتغل في جي سي اي، اتش سي سي اي، كل دي حاجات كلها في النوبل بروبلشن انجنز بتسمع عنها لو درست ماده في الماستر، بتعرف الكومبشن موجود والانجنز موجوده بس هحرق امتى؟ هحقن امتى؟ هي دي اللي بتغير الكومبشن مود وبتغير لك اسم الكومبشن مود بتاعه. طيب في الجاز تيرباين الكلام ده هيحصل ازاي؟ هيبقى عندي كومبريسور عشان اضغط. طيب ليه ده كومبريسور؟ عارفين السيمبل بتاعه بيتقسم ازاي؟
قلت عند كبير وصغير عشان كومبريس فضغط حجم 1000 فلازم يبقى ده منظر خلاص. لو غيرت بقى ده قلت هيبقى ايه؟ هيبقى تربيت. يعني الكلام ده ما بيتقسمش كده خلاص. وبعد كده يبقى انا كده عملت كومبريشن. بعد الكومبريشن كان في ايه؟ كان في كومبشن. بضيف هيت بي كيو ام يبقى هنا 1 ده 2 طالع 3. وبعدين بعد الكومبشن كان في السروب بتاع الاكسبانشن. يبقى انا لازم يكون عندي في مين؟ تربينه صح؟ 3 هيخرج منها ايه؟ 4. طيب لو 1 كومبريسور كومبشن تشامبر تربينه ها دي البرايتون او دي الاكشوال سايكل. بس الايديال سايكل المفروض اللي خارج مننا هيروح على مين تاني؟ يرجع للانبوت تاني. يبقى انا هعمل هنا ده خارج صوت هبرده كيو اوت عشان ايه؟ عشان يرجع تاني سواء بقى هواء اي غاز تاني ينفع استخدمه يدخل على الكمبريسور اضغط اضيف حراره. ماليش دعوه دلوقتي الحراره دي جت منين. حراره تربينه اسحب تاني الحراره اللي فاضله في الهواء السخن ده كده عشان يتضغط بسرعه عشان ياخد تبقى الكومبريشن وورك يقل. تمام؟ يبقى انا عندي كده اديباتيك كومبريشن وعندي اديباتيك اكسبنشن تو بروسيسز ايزوتروبيك وتو بروسيسز ايزوباريك. يعني اثنين كونستنت بريشر ده كده كونستنت بريشر وده كونستنت بريشر وده كونستنت اس وده كونستنت اس. لو رسمنا البي في دياجرام والتي اس دياجرام بوضوح هتلاقي ان البي في دياجرام كونستنت اس ده خط ثبات الاس بعد كده كونستنت بريشر كيو ام وبعد كده اكسبانشن من 3 ل 4 وبعدين تاني من 4 ل 1 ده الهيت ريجكشن كونستنت بريشر. على التي اس دياجرام من 1 ل 2 ده ايزوتروبيك اكسبانشن كومبريشن ومن 2 ل 3 عملت اي ام وكيو ام من 3 ل 4 خدت الباور من التربينه ومن 4 ل 1 سحبت تاني الحراره من اللي طالع من التربينه عشان يرجع تاني يدخل الكمبريسور. طيب الكفاءه اي كفاءه عباره عن ايه؟ الكفاءه عباره عن اوتبوت على انبوت. طيب الاوتبوت هنا ايه؟ الورك اللي انا اخدته من السايكل دي على كيو ام اللي انا دافعها على الكيرفكت فاليو ده الكيو ام. الورك بتاع السايكل اللي انا اخدته ده مش هو اللي انا ضفته ماينس اللي انا خسرته اكيد هو اللي انا ايه هستفيد فيه. تمام؟ طيب يبقى كيو ام ماينس كيو اوت على كيو ام هتفضل تختصر فيها لحد ما توصل النهايه اللي هي فانكشن من حاجه اسمها ال RP اللي هي البريشر ريشيو بي 2 على بي 1 بي 2 على بي 1. يعني قد ايه الكمبريسور ضغط لك؟ دخلت ضغط 1 اتموسفيريك طلعت 4 يبقى 4 ولا 1 ل 16 ولا البريشر ريشيو عندك كام؟ وفانكشن من الجاما. الجاما اللي هي ايه؟ سي بي على سي بي. الجاما اللي هي السبيسيفيك هيت ريشيو اللي هي سي بي على سي بي اللي هي الهواء بكام؟ 1.4 من 10 1.4. طيب يبقى الكفاءة كده فانكشن من ايه؟ حاجتين البريشر ريشيو والجاما. يبقى انا عشان اغير في الكفاءة احسن الكفاءة لازم اشوف تأثير الجاما وتأثير البريشر ريشيو على الكفاءة. طيب ادي البريشر ريشيو كل ما بتزيد اللي بيحصل الكفاءة بتزيد. تمام؟ طيب يبقى انا هل ينفع بقى اشتغل عند البريشر ريشيو 100؟ طبعا اكيد اذا كان عند البريشر ريشيو 40 الكفاءة حوالي 60-65%. طب انا اوصل ل 100 ينفع اوصل ل 100؟ ليه ما ينفعش اوصل ل 100؟ عشان في restrictions على الماتيريال وعلى السايز بتاع الجاس البالانسر. ما اقدرش افضل ازود في البريشر ريشيو لان الماتيريال مش هتستحمل الضغوط دي اللي انت بتعمل تزود بيها ولسه كمان هتعمل كومبشن. والسايز بتاع الجاس البالانسر لان
الكمبريسور حجمه هيكبر لانك بتضغط اكتر. طيب مع السنين من الخمسينات لحد تقريبا سنه 2000 ايه اللي حصل في البريشر ريشيو عشان بدا عندنا الماتيريال تتغير ويحصل مور ريسيرش تاخد نتائج افضل؟ فهو تقريبا دلوقتي شغالين عند بريشر ريشيو 40، يعني كل البروبالشن او الجيت انجنز كلها كل الطيارات بتشتغل عند بريشر ريشيو 40، والجيت تيرباينز اللي بتصنع في الباور جنريشن بتشتغل عند بريشر ريشيو تقريبا 30. طيب ده بالنسبه للبريشر ريشيو. طب بالنسبه للجاما، الجاما ادي البريشر ريشيو مع الافشنسي. في عندك ثلاث خطوط A و B و C. A و B و C ده A ده كده 1.67 ده الجامعة بتاعته أرجون. ال B ده 1.4 ده هواء أو نيتروجين، وال C 1.28 ده اللي هو CO2. 1.28 دي تقريبا بتاعت ال CO2. اللي حصل للكفاءة إيه مع الجامعة؟ الكفاءة اتحركت، اتحركت السلوب بتاعها شوية بقى شار في المنطقة دي. يبقى انت عايز pressure ratio قليلة عشان تضمن انك تاخد الماكسيمم efficiency. الكلام ده كله للبريكتر سايكل او للجاس تربين سايكل. طب للديزل سايكل والاوتو سايكل الكلام ده بيحصل ازاي؟ لان في دلوقتي طلبت مشروع رابعة معايا شغالين ان احنا هنشتغل بدل اكسجين ونيتروجين معادله شهيره اللي انتوا بتكتبوها CX HY بلس بلا 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 O2 3.76% كام؟ N2. هنشيل ال N2 ده ونحط مكانه أرجون، لان من الادماتيك ثيرمال افشنسي بتاعه الديزل برضو اللي هي بتجاب بنفس الطريقه بس كونستنت فوليوم كومبريشن فانكشن من الجاما. والجاما لما هتزيد الكفاءة هتزيد. طيب طب نزود الجاما ازاي؟ احنا عندنا اكسجين ونيتروجين، النيتروجين ده مش مشكلة، مش المفروض ما تخش معاه في التفاعل. هنشيل النيتروجين وجبنا صنوانة اكسجين خليط من الاكسجين والارجون، وهيبقى هو السورس اللي داخل المحرك اكسجين وارجون. لان الاوبتيمم الفكرة الاوبتيمم انك تدخل اكسجين وارجون وبعد كده اللي خارج من المحرك تعمل له فصل تاني عشان ما ترجعش تجيب ارجون تاني، تعمل ارجون سبريشن يونت. طب الكلام ده مش هيستخدم في السيارات؟ اه مش هيستخدم في السيارات طبعا، تمام، بس بيستخدم في الديزلز الكبيره اللي بتنتج كهرباء، الحاجات الاونشور والاوفشور البعيده اللي هي عايزه يونتس بتنتج لها كهرباء. هيحسن الكفاءه؟ اه هيحسن الكفاءه. طيب ده كده بالنسبه للافكت بتاع ال pressure ratio والجاما على ال thermal efficiency. الفلو ريت عالي بتاع الكلام ولا انتوا تابعين ولا انتوا نايمين ولا هو الوقت متاخر؟ انا جيت في وقت المناسب. يقول الارجون بالاكسجين زي الارجون ده حاجه ما بتجدد. اه لا ما هو في شركات بيجيبوا، يعني في شركه اسكندريه غازات دي هتجيب لنا ارجون، دي مش يعني وجود الارجون نفسه ده مش قصه. ارجون هيليوم اي نوبل اي نوبل جاز ده مش بيوجد يعني. التفاعل بتاعه مع الاكسجين. لا ما نرجع الارجون ما بيخش في التفاعل، ده نوبل جاز. هو وجوده هو اللي هيزود السبيسيفيك هيت ريشيو فبالتالي الكفاءه هتزيد. تمام؟ انما هو الارجون ما بيخش في التفاعل. والنيتروجين المفروض ما يخش في التفاعل، بس النيتروجين بيسبب لك مشكله ثانيه. النيتروجين بيعمل لك نقص. سمعت بقى النقص؟ تمام؟ والنقص دي حاجه تعمل الامطار الحمضيه والقصه بتاعت السماك اللي هي الحاجه الصحراء السوداء كده يعني. بس لما نشيل نيتروجين ونحط ارجون يبقى انت حسنت كفاءه المحرك وفي نفس الوقت بقى تخلصت من النقص. طيب كل اللي فات ده كده كان الايدل سايكل. الاكشوال سايكل هنبدا نرسم برضو الايدل سايكل الاول
من واحد اثنين كومبريشر ايزنتروبيك وبعدين من اثنين لثلاثة كم دقيقة 15 في كومبريشن بياخد قد ايه سنة؟ 45 دقيقة بعد الدرس ليه؟ 45 دقيقة بعد الدرس هو مش دكتور هاو من 3 ل 4 تاني isomorphic expansion. طيب deep actual او deep ideal cycle ال actual cycle عامله ازاي؟ انت هل ال actual compression بيكون isentropic؟ استحاله. بيكون ال S بتزيد ال entropy لازم يزيد. يبقى انت هتمشي هتيجي النقطه هنا دي 2 actual ودي 2 S. يبقى 2 S دي عند سباك الانتروبي و 2 A اللي هي الاكشوال. طيب من 2 ل 3 ده كومباشن شامبر دي ده ماشي فيها الغازات الهواء مع الفول اتحرك. طيب الضغط دي ما بيحصلش فيها بريشر لوس؟ اكيد هيحصل فيها بريشر لوس. بريشر لوس يبقى انت هتتحرك لخط تاني اقل. يعني ده الضغط كده يبقى من 2 هتتحرك لمين؟ لثلاثة ايه؟ طيب من ثلاثة ايه؟ هل هتنزل لأربعة؟ ولا برضو في كفاءة على الكمبريسور؟ لازم الانتروبي هتزيد لأنها مش الريفرسور بروسس. يبقى هتروح لمين؟ لأربعة ايه؟ طب هل أربعة هتكون على نفس الخط؟ يعني هل الضغط بتاع أربعة هو الضغط بتاع واحد؟ أكيد لا. ليه؟ لأن عشان يحصل فلو من أربعة لواحد لازم ضغط أربعة يكون أعلى. يبقى تيجي هنا أدي نقطة أربعة. يبقى الأكشوال سايكل واحد اتنين إيه تلاتة إيه أربعة إيه. والبرايتن سايكل واحد اتنين إس تلاتة إس أربعة إس. تمام؟ طيب ليه في فرق بين الاكشوال وال ايديا سايكل؟ عشان لا الكمبريسور ولا التربينر ريفرسبل، الاثنين ريفرسبل، وال الهيت اديشن والهيت ريجكشن الاثنين فيهم بريشر لوسز، وبرضه ما زال عندك ثيرمال وميكانيكال لوسز وكمان الكتريكال لوسز لو انت مدخل الجنريتور في الموضوع. طيب يبقى كفاءة الكمبريسور عبارة عن فرق الانصال بين الثيوريتيكال على مين؟ على الاكشوال. 2 H 2 S ماينس H 1 على H 2 الاكشوال ماينس H 1. طيب التربينة اللي هي بتاعت التربين هتبقى صغير اكتمال H 3 A او H 3 A minus H 4 A على 3 S minus 4 S. تمام؟ يبقى دي كفاءة التربينة ودي كفاءة الكمبرسور. تمام؟ انتم مسلمين ليه كده؟ طيب ال gas turbine cycle يا اما open cycle يا اما closed cycle. open cycle خلاص ان انا بحرق فيول خلاص مع الهواء اللي جاي بتخرج من الكومبشن شامبر او من الكومبستور نواه الاحتراق بتعدي على التوربينه خلاص برميه. طيب الكلوز سايكل بضغط هواء بيعدي بعد كده على هيت اكسشينجر بسخنه ايا كان بقى طريقه التسخين. بعد كده التوربينا اكسبانشن بعد كده ارجع برد الهواء لاني هرجع استخدم نفس الهواء تاني. يبقى ينفع استخدم هواء، ينفع استخدم ارجون، ينفع استخدم هيليوم، ينفع استخدم نيتروجين، ينفع استخدم اي غاز.
لان ما بيحصلش ليه احتراق، انا بس بسخنه وببرده. تمام؟ طب التسخين والتبريد ده بيحصل في ايه؟ بيحصل في هيت اكسشينجر. يعني ادي بوكس، ادي كويل داخل فيه الاير، دي مواسير، وادي عندك هنا مثلا هوت جازز، اي هوت سورس. تمام؟ الانبوت بتاعها وادي الاوتبوت بتاعها، يبقى ما بيحصلش ميكسنج بينهم. هوا داخل بارد بيخرج صوت، عندك هوت جازز داخله سخنه بتخرج برد. ودي ده كده الهيت اكسشينجر. في ال في الهيت ريجكتد هنا العكس، انت عايز تبرد بتدخل ميه بارده بتخرج سخنه وبتبرد الغازات اللي عندك. طب هل السايكل دي لها وجود؟ هل السايكل دي موجوده وبتستخدم؟ هل في ابلكيشن للكلوز سايكل؟ يس باين في الثلاجة. هي كلوز سايكل بس ما هياش جاس باين، بس مش فيها اكسبانشن وفيها كومبريشن. جاس باين كلوز سايكل جاس باين. ها الكهرباء اللي كان اسمه اللي انا عليها. طب وهسخن ازاي؟ بالبويلر. دي كده موجوده. لو انت لو عندك مفاعل نووي، المفاعل النووي ده عايز يتبرد وبدخله الغاز يبرده، ودي حاجه انت عايزها خلاص، وهو سخن كده كده من التفاعلات اللي بتحصل، ويطلع لك الغاز سخن تعديه على التربينه. تمام؟ تاخد منه باور وكمبرسر وشغل الكمبرسور. دي حاجه. تاني حاجه، لو عندك وقود عايز تحرقه، بس الوقود ده ما ينفعش نواتج الاحتراق بتاعته تدخل على التربينه، يعني وقود زباله. الوقود ده ما ينفعش يدخل على التربينه لانه فيه سلفر، فهيكون SO2، والSO2 مع بخار الميه اللي بيحصل له H2SO4، وده بيعمل ايه؟ تآكل. يبقى كان ده ما ينفعش، ده اضعف الايمان لو في سلفر بس. بس في حاجات ثانيه بيبقى فيها اكتر من السلفر، هتكلم عليها قدام شويه. تمام؟ يبقى لو عندك وقود ما ينفعش نواتج الاحتراق بتاعته تدخل على التربينه، فانا بحرق وباخد نواتج الاحتراق اعديها على هيت اكسشينجر اللي هو هنا، هيبقى هنا الجزء ده هيسخن الهواء والغاز اللي عندي في الكروس سايكل. بس لها مشاكل. لا مشاكل اللي هي ايه؟ طبعا الورك فلويد هنا لو بنقارن بين الاوبن سايكل والكلوز سايكل، الورك ينفع في جزء اير وفي جزء كومبشن برودكتس. وبالنسبه للكلوز سايكل اي غاز عندي هيشتغل. فبالمشاكل السيلينج هنا مش مشكله في الاوبن سايكل، انما السيلينج في الكلوز سايكل ده مشكله وكنترول عليها. عندك كولينج في الاوبن مفيش، بس كولينج في الكلوز سايكل از ا ماست، يعني لازم يكون عندك حاجه تبرد بيها تاني الهواء اللي خارج او الغاز اللي خارج من التربينه. الابلكيشن الاوبن سايكل دي ينفع تستخدم في الطيارات بروبلشن لو عايز ثراست حاجه تمشي، او باور جنريشن، انما دي بس تستخدم في الباور جنريشن. تمام؟ طيب ازاي نحسن الكفاءه بتاعتنا؟ دكتور هي الاوبن سايكل ما بيحصلش فيها حرق برضه؟ الاوبن سايكل على الرسمه دي هي اللي بيحصل فيها حرق بس. لو بصيت لدي ودي هنا في فيول واير هيحصل كومبشن هتطلع الجاز، انما دي انا بضيف هيت، الهيت دي ممكن احط انا كويل الكهرباء يسخن الهواء. ده اكيد ما بيحصلش بس ممكن. تمام؟ عشان تزود كفاءة الكمبرسر. طيب احنا هنتكلم عن الجزئية دي دلوقتي، بس انت بتقول بعد ما يعدي من الكمبرسر هبرده. ما هو داخل الكمبريسور بايه؟ بالمفروض بالاتموسفيريك كونديشن. تمام؟ هبرده عن الاتموسفيريك كونديشن.
هيبقى صعب شوية، لأن أنت في الغالب التبريد عندك بيكون إيه؟ مية، أنت جنب سورس بتاع مية، جنب النيل، جنب البحر، فبتاخد وترمي، فأنت عندك اتموسفيريك كونديشن هي دي اللي بتبرد فيها، فأنت لو أسخن من اتموسفيريك كونديشن أنت عايز توصل لها. إنما مش عايز أبرد مية عشان أرجع أبرد بيها الهواء. تمام؟ هنتكلم على الجزء بتاع التبريد ده دلوقتي. هنا انا ليه الهواء اللي داخل من او الخارج من التربينه ما دخلتوش تاني للكمبريسور زي ما انت بتقول؟ هنا بردته لان هو هنا خارج من التربينه درجه حرارته عاليه خلاص ما هياش اتموسفير. فلو دخل على الكمبريسور بدرجه حراره عاليه يبقى الكمبريسور باور هتزيد. هتزيد ليه؟ خلينا نشوف الطرق اللي احنا هنزود بيها الكفاءه. من واحد اثنين اثنين لثلاثة ومن ثلاثة لأربعة. تمام؟ لو بصينا على التي اس دياجرام ده كده درجة الحرارة بتاعت أربعة ما زالت أعلى من مين؟ من درجة الحرارة بتاعت اثنين صح؟ هو أنا من اثنين لثلاثة بنعمل إيه؟ فيول عشان نسخن نوصل من نقطة 2 لنقطة 3. تمام؟ يبقى أنا الجزء بتاع كيو ام من 2 ل 3 ده كله وإحنا دافعينه. ده كله موجود في المقام بتاع الكفاءة، صح؟ طيب يبقى أنا اللي خارج من التربينة ده ولو هي أوبن سايكل لو هي أوبن سايكل وأنا برمي غازات سخنة في الهواء حرام هنعمل فيها ايه؟ قال عندنا الكومباشن شامبر. تمام؟ هناخد اللي خارج من التربينه هنسخن بيه الهواء اللي جاي. يبقى انا عندي واحد اثنين هيت اكسشينجر هيسخن ثلاثه هيطلع من الكومباشن شامبر اربعه هيخرج من التربينه خمسه يخرج من الهيت اكسشينجر ده ستة. الهيت اكسشينجر ده كده بنسميه ريجنريتور. ريجنريتور انا بعيد استخدام الحرارة اللي موجودة اساسا في الخارج من التربينة. مش كنا بنرميه؟ يبقى بدل ما نرميه استخدمه. طيب ده هيت اكسشينجر يبقى الايديال بروسيس بتاعته اللي هو كونستنت بريشر. يبقى انا واحد اثنين ده كومبريسور. تمام؟ كومبريسور. طيب من 2 ل 3 زودت حراره كونستنت بريشر يبقى انا فين؟ مشيت لنقطه كام؟ نقطه 3. يبقى انا بدل ما كنت بدفع فيول من 2 دي خلاص هتبقى نقطه 4 جديده اللي خارج من الكومباشن شامبر واللي خارج من التربينه هيبقى كام؟ هيبقى 5. يبقى بدل ما كنت بدفع من 2 ل 4 فيول دلوقتي هدفع من كام لكام؟ من 3 ل 4 لمين؟ لأربعة بس. أنا قللت إن أنا بس. واضحة؟ يبقى بدل الخط ده كله مكان كيو إن أنا اللي بدفع لها فيول عشان يحصل الانتقال بتزيد، لا ده أنا وفرت جزء اللي هو بتاع مين؟ من 2 ل 3. يبقى كيو إن عندي قلت، المقام قل، يبقى الكفاءة هيحصل فيها إيه؟ الكفاءة هتزيد. تمام؟ طيب. في حاجة اسمها أو ديفينيشن لل شوف اللي بيحصل كومبريسور بعد كده هيعدي على ريجنريتور هيسخن الهواء بعد كده كومبريسور عادي تربينا وخارج من التربينا صوت يطلع على الريجنريتور. طيب وادي كده الدي اس تاني للي حصل وادي الكيو الريكفر هنا وادي الكيو بتاع الفيول بقت من 3 ل 4 تمام؟ النسبة تبقى قد ايه؟ النسبة تبقى قد ايه؟ هتزود الكفاءة بتاعتي دي كل حاجة على حسب الكونديشن بتاعتها بس حاجة دي ترفع الكفاءة من 5 ل 10%. تمام؟ لأن هنشوف طرق تانية. احنا بدأنا بكفاءة
عايزة سايكل بتكون في حدود 30%. كل ما نحط طريقة بتزود 5%. لأن الكفاءة بتاعة الأوبتيمم جاس تربان سايكل حوالي 45-50%. طيب الإفكتيفنس بتاعة الريجنريتور درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة اللي أخدته الدلتا تي اللي أنا كسبتها 3-2 على درجة الحرارة أو الدلتا تي الكبيرة اللي أنا كنت أأمل إن أنا أخدها. الأمل اللي أنا أخلي نقطة 3 دي تساوي نقطة كام؟ 5 أكيد صح؟ هل ينفع 3 تزيد عن 5؟ هل ينفع درجة الحرارة بتاعت 3 تزيد عن 5؟ أكيد لا. ليه؟ لأن أنا بعمل بسخن أساسا هنا بسخن 3 باللي جاي ب 5، بسخن من 2 ل 3 باللي جاي ب 5، وأكيد الكفاءة عندي أو مش الكفاءة الإفكتيفنس بتاعت الهيت اكسشينجر دي ما هياش واحد، ما بتاخدش نفس اللي بتكسبه هنا بتكسبه هنا كله. تمام؟ طيب دي طريقة. تاني طريقة زي ما انتم شايفين الخطوط بتاعت ثبات الضغط، كل ما الاس بتزيد كل ما المسافة بين الخطين بتوع نفس الضغوط بتزيد، كل ما الاس بتقل كل ما الخطين يقربوا من بعض. الورك بتاع الكمبريسور فين؟ هو ده الدلتا تي دي صح؟ طيب يبقى انا المفروض عشان اعمل كومبريشن وبريشر ريشيو عاليه خلاص، لو حبيت اوصل للبريشر ريشيو هنا من 1 من 1-2، هل اخدها وان شوت سنجل ستيج كومبريشن ولا اقسمها 2؟ طب ولو قسمتها 2 هحتاج ايه؟ انا ده ضغط بي 1 وده ضغط بي 2، هاجي عند الخط في النص كده واضغط لحد هنا خلاص، يبقى دي نقطه A. وبعد A هل ينفع اركب الكومبريسر الثاني على طول؟ ما انا ما عملتش حاجه خلاص عشان اضغط من A ل 2، لا انا عايز اوصل للخط ده. هعمل ايه؟ هعمل كولينج، اقلل درجه الحراره او الانتروبي، يبقى هعمل كولينج اوصل لنقطه بي ومن بي تاني اطلع لمين؟ لنقطه 2. يبقى ايه اللي حصل عني؟ هل وصلت لنفس البريشر ريشيو ولا لا؟ النقطه 2 ان دي كده ضغطها كام؟ مين اكبر في الضغط؟ 2 ان ولا 2؟ الاثنين زي بعض نفس الضغط، لان هم على خط الثبات بتاع الضغط. يبقى انا عايز اقلل الورك بتاع الكمبريسور، هعمل ايه؟ بدل ما اضغط مره واحده لا هخليها تو ستيج كومبريشن. تو ستيج كومبريشن معاهم ايه؟ معاهم لازم يكون تبريد. ده عشان اللي كان بيسال في الاول ليه ما ببردش. تفرجت ليه؟ عشان لما اول كومبريسور سخن لي درجه الحراره فكثافتها هتقل، فالباور اللي هسحبها الكمبريسور الثاني عشان يضغط هتزيد. لا فانا ببرد له الانبوت بتاع الكمبريسور الثاني عشان يوصل من 2 ل 2 ام. يبقى الورك ده زائد الورك ده اقل من مين؟ اقل من الورك ده. يبقى 1 A زائد B ل 2 ام اقل من 1 ل 2 على طول، لان زي ما انت شايف الخطين كل ما الانتروبي بيزيد والتمبريتشر اللي بيحصل الخطين بيبعدوا عن بعض، يبقى الدلتا دي هتزيد، يبقى ام سي في دلتا تي على الكمبريسور هتزيد، يبقى الورك اللي بياخده الكمبريسور هيزيد، يبقى الافشنسي بتاعت السايكل بتاعتك هتقل. يبقى دي كمبريسور واحد وكمبريسور اثنين وفي النص انتركولر وبعدين كومبريشن تشامبر وتربين. طيب انت زودت الايه؟ فين؟ هنا عشان توصل لنفس درجه الحراره. بس التوتال انت مكسب، التوتال مكسب خلاص. لما بتحل دي سيرمو دايناميك بارقام لكيسز معينه التوتال انت كسبان، النت انت كسبان، ما انت دافع كمان فلوس عشان تبرد عشان تعمل تبريد، بس النت باظت. دكتور
هو انا يعني انا بدخل الفلويد عندي ببرده في الجزء ده بدخله بضغط معين بتضغط من واحد لاثنين ده كومبرسر وفي تبريد في النص وبعدين تبرد عشان تدخل على الكومبرسر الثاني. طب ما برد قبل ما ادخل الكومبرسر. ما احنا اتفقنا عشان تبرد قبل ما تدخل لاول كومبرسر محتاج دايره تبريد خاص محتاج تبريد عايز يبقى عندك سايكل تبريد كامل. انما ده هيت اكسشينجر عادي يعني ممكن تاخد ميه من البحر تبرد بيها وترميها تاني خلاص. انا بس عايز باور للبمب بس بتاعت مش هتبقى عايز باور لدايره التبريد وباور للبمب. طيب الفكره الثانيه ان احنا نفس الكلام على نفس الرسمه كده الخطين دول كل ما بيبعدوا كل ما الفرق بينهم بيزيد وده عند الترميمه انا عايز الفرق يزيد. طيب يبقى انا لو عملت اكسبانشن وان شوت كده من ثلاثه لاربعه خدت باور. طيب امال بقى لو جيت هنا عملت اكسبانشن لحد النقطه دي A داش وبعدين خلاص انا قربت المسافه هنا قربت من الخطوط انا نزلت ارجع تاني اعمل هيت ام ازود حراره ل B داش عشان ارجع اعمل اكسبانشن تاني لاربعه ام يبقى بعمل ريهيتنج بخط اتنين تربين وفي النص فيول زياده كده كده الكومبشن في التربينه الكومبشن في الجاس تربين سايكل بيكون فيري لين يعني عندك هواء كتير يعني لو ضفت فيول زياده هيتحرق مش هيقول لا تمام. طيب انت هنا ضفت فيول طب كسبت كسبت برضه النت بالكالكوليشنز كسبت يبقى عملت اكسبانشن وبعد كده عملت تاني كومبشن تشامبر حرقت فيها عشان توصل لبي داش وتعمل يبقى بدل الورك عندك مكان من 3 ل 4 بقى من 3 لبي داش زائد من بي داش ل 4 الجديده ل 4 تمام يبقى انت كده زودت الورك بتاع التربينا. طيب كان ده بيحصل ازاي؟ ادي كومبريسور وتربينا على شرط واحد بعد كده بتضيف تاني حراره من 4 ل 5 عشان تعدي على التربينا تاني. في كذا كونفجريشن انت ممكن الكمبريسور اول كمبريسور ياخد من اول تربينه وخلاص يبقى التربينه دي بتشغل الكمبريسور ده وخلصنا وتبقى التربينه الثانيه بس متوصله على الجنريتور عشان تاخد منها كهرباء. طيب الحل الاوبتيمم ايه بقى؟ ان احنا نعمل ريجنريشن مع تو ستيج كومبريشن وتو ستيج اكسبانشن تمام عشان تاخد الماكسيمم افشنسي من الجاس تربين سايكل ده بيكون في حدود 45 50 في المية عشان يبقى ده شكل السايكل عندنا اثنين كومبريشن اثنين اكسبانشن ومن اثنين لثلاثة عملنا ايه ريجنريشن. طيب حاجة كمان بنزود بيها الكفاءة بتاعت الجاس تربين سايكل لو احنا عندنا اساسا ستيم تربين سايكل وعندنا ستيم سايكل يعني. الستيم سايكل ميه عايزين نبخرها عشان تدخل على تربينات بخاريه تضرب الريش تلف التربينه تعدي يخرج بخار ميه اكثفه دي كلوز سايكل اكثفه وارجع استخدمه تاني وارجع تاني اسخنه ويعدي. طيب انا دلوقتي فين الكيو ان؟ كيو ان بتروح في البويلر انا عايز بويلر عشان يسخن المايه ويبخرها خلاص. طب سخن المايه وبخرها اتفقنا درجه الحراره اللي خارجه من التربينه ايه بتاعت الجاس تربين عاليه يبقى انا ينفع ادخل درجه الحراره او الغازات اللي خارجه من الجاس تربين بدرجه حراره عاليه على مين؟ على البويلر بتاعت الستيم عشان يبقى انا عندي هنا ده كومبريسور تمام بعد كومبريسور كومبشن تشامبر تربينه من التربينه بتطلع لحاجه هيت ريكفر ريكفر ستيم جنريتور يطلع منه ستيم يروح للستيم تربين هنا في الشمال ستيم تربين متوصله على الجنريتور السايكل بتاع الجاس تربين والستيم تربين الاثنين مع بعض دي كده بنسميها كومباين سايكل والكفاءه بتاعتها برضه بتكون في حدود بين 40 و 50% كفاءة ده لوحده
30% كفاءة ده 31% الكفاءة بتاعت الكومبايند سايكل وانت ما عملتش حاجة جديدة خليت خدت باور من دي وباور من دي واستخدمت اللي كان بيترمي من التربينة تاني ده هو اللي زود الكفاءة. الفيلز اللي بتستخدم في الجاس الفاين زي اشهر حاجة الناتشورال جاس اشهر واسهل الليكويدز عليها مشاكل بس الليكويدز موجودة اوريدي في الطيران كله ليكويدز جي بي اي كيروسين كذا نوع من الجيف في حاجة اسمها هيفي فيول اويل اللي هو عارفين النصب عارفين الفيتامين الاسود اللي بيترمي كده على ده بيتحرق تمام دول الخليج 10 15 سنة و 5 سنين مش 10 15 ما كانوش بيحرقوا الكلام ده كانوا بيصدروه زي ما هو اطلع صدر اطلع صدر دلوقتي جي اي جنرال ديريكتك أليستون ومعهم كاوست الثلاثة شغالين على المشاكل اللي هتنتج من حرق الهيفي فيل اويل في بويلرز عشان تروح او في الكومباشن شامبر عشان تروح للتربين ابسط حاجة الفيول ده موجودة في الفيول ده السلفر واحنا لسه متكلمين على السلفر بيعمل ايه ده غير كده الهيفي فيل اويل ده حضرتك اما اتومايزر جاي فيول بيخرج منه ايه دروبلتس سبراي السبراي ده كده لو عملت زوم ان هتلاقي ايه دروبلت الدروبلت ده في الفيول العادي كيروسين جيت اي ديزل جازولين بتسخن وتتبخر تسخن وتتبخر بس الاخ ده كده الهيفي فيول اويل ده لا ده فيه اسفلتين احد مكوناته اسفلتين الاسفلتين ده بيكون او بيعمل مشكله اللي هو بيجي على سطح الدروبلت بتحصل كيميكال رياكشن الكيميكال رياكشنز دي بتأدي ان جزء من الليكويد يتحول لصوليد جزء من الليكويد يتحول لصوليد يبقى اتحول جزء صوليد قفل على الليكويد جوه الدروبلت خلاص بقى الصوليد جواها ليكويد اللي جوه ده عايز يتبخر بيطلع بيفتح مكان لنفسه اكسبلوجن ويطلع وفي الاخر يسيب لك شرطه الصيف سفير بتكنس معينه فيها هولز وهولو مش عارف ازاي تحسب الطياره بتاعتك اما شافت اكسبيرمنت يعني وحطت حاجه اسمها سام ودم عشان تجيب الصور بالظبط اللي بيحصل الحاجات دي كلها بالمايكرونز يعني الدروبلت نفسها 30 40 مايكرون السينو سفير نفسها برضه 30 40 مايكرون دي شكلها بتبقى عامل شبه كرة القدم بالظبط الستراكشر اللي عليها فمحدش عارف ايه اللي حصل وكل الكلام كل الابحاث اللي اتعملت في الموضوع ده بتقول ان هو الاسفلتين بتقول ان هو الاسفلتين الاسفلتين هو السبب في ان ده يحصل طب ازاي ده ما يحصلش عشان ما ينفعش السوليد بارتكل دي كده اللي بيسموها سينوسفير تيجي تدخل على التربينه ومخطط في التربينه اساسا خلاص راحت عشان كده النوع ده من الفيولز بيستخدم في ايه في كلوز سايكل تعمل كلوز سايكل بقى تحرق فيها هتعمل فيرنس هتحرق فيه هيفي فيول اويل هيخرج عندك هوت جازز الهوت جازز دي تدخلها على هيت تشنجر تسخن بيها هواء الهواء ده اللي هو بيدخل على التربينه ويرجع يعمل السايكل تاني يبقى الكلام او الكلوز سايكل يا اما تستخدم في النيوكلير باور ستيشنز او لو بتحرق حاجه زي الهيفي فيول اويل ودي اخره البرامج المطلوب طيب ينفع نستخدم الفحم باودر ولا جازيفاير اكيد باودر مش هينفع لان هنرجع تاني للبارتكلز بتاعته لو ما حصلش حرق اي حاجه مش هنخلص لان لو بصينا على الستيم تربين الستيم تربين المايه اللي بتستخدم فيها عدت على خمس مراحل للتنقيه المايه اللي احنا بنشربها لو نظيفه
بيكون عدت على ثلاث مراحل. تمام؟ يعني وورلد وايد يعني المايه بتاعت البني ادمين ثلاث مراحل، المايه بتاعت التربينه خمس مراحل. التربينه طبعا افضل لانها بتجي كهرباء لكل البني ادمين. طيب الكومبوننت، الكومبوننت هيكون في فلتر قبل الكمبريسور لو انا واقف، يعني لو الجهاز الباي دي بتستخدم في حاجه ثابته، مش هحط انا طياره على الطياره قدام الكمبريسور فلتر مش وقته. تمام؟ فلتر ايه؟ هي بتقع لوحدها. يبقى هستخدم في مارين، هستخدم في اندستريال، هعمل باور جنريشن، هيكون في فلتر عشان الداست والحاجات دي برضو ما تدخلش على التربين. طيب الكمبريسور، الكمبريسور ده مهم جدا. هادي الكرسي منين؟ الكمبريسور ده بياخد تلتين الباور الخارجه من التربينه، عشان كده الكفاءه بتكون حدود 30%. انواعهم سنترفيوجل يا اما اكسيال. السنترفيوجل ده باور الانبوت من هنا من الاكسيال وخارج على الراديو. تمام؟ البريشر بيزيد لان السرعه، هو بيقلل السرعه في جزء في الامبلر والجزء الثاني او في الديفيوزر 50% تانيين من السرعه بترجع تقل. وسرعه تصل في 2000 2500 ار بي ام. فاللي بيحصل لو هنبص على كده على السريع ايه السيرج ده، لان ده دي حاجه ممكن تعمل دامج للكمبريسور لو هو بالمنظر ده. ادي نقطة واحد، ادي اثنين، وادي الخروج ثلاثة. انت بتزود الضغط، تمام؟ فانت عملت زود الضغط، تزود الضغط. اثنين اعلى من واحد وثلاثة اعلى من اثنين. تمام؟ سرعة الغازات اللي خارجة هنا قليلة. بس انت عملت تزود الضغط، الضغط مين اعلى؟ ده. لما يبقى ده ضغطه اعلى وسرعته اقل، مش ممكن يحصل باكرو؟ مش الضغط هنا اقل؟ تمام؟ يبقى في حاجه اسمها لازم تتحط على مخرج الكمبريسور بيسموها الكنترول فالف، السيرج كنترول فالف، عشان قدام الكمبريسور ده، قدام المخرج بتاع الكمبريسور ده سايكل كبيره كلها لوسز، الغازات شايفاها قدامها هتكسل تمشي. طب ليه امشي كل ده لما ممكن اعمل باك فلو وباور الكمبريسور؟ الطريق الاسهل قدامي. تمام؟ يبقى انت لازم بتيجي هنا تعمل فالف بيفتح في المرحله الترانزيت عشان تعدي الجزء ده، توصل للسبيد اللي انت عايزها وللضغط اللي انت عايزه. طيب ده شكل الامبلر، الدخول بيكون من على الاطراف وبيخرج كمبريسور، سوري، بيدخل من هنا وبيخرج من على الاطراف. الاكسل فلو كومبريسور ده لو جاس البان كبيره بريشر ريشيو محتاجينها كبيره، لان ده يكون روتر واحد عليه كذا ستيج بالمنظر ده. تمام؟ كل صف ريش من دول ستيج كومبريشن. طيب التربينه نفس الكلام، في بدل سنترفيوجل واكسل في الراديال فلو، نفس الكلام بس الفلو بيخرج بيكون داخل من على الراديال دايركشن وبيخرج في الاتجاه ده الاكسيال، ودي لو سمول جي تي برضه موجوده. موجوده بس الاكثر حاجه بتستخدم هي الاكسيال فلو تربين، ودي نوعين برضه. طالما اكسيال يبقى انت محتاج روتر وستيتر. تمام؟ محتاج نوزل دي الثابته وبليدز اللي هي اللي بتتحرك. نوعين منها الامبالس ومنها الرياكشن. كل الكلام ده بالتفصيل هتعدوا عليه ثيرموداينامكس وفي الجاس تربين بتاعي سنه رابعه. محاضره النهارده قلنا بتعدي على منهج كامل بتاعه سنه رابعه، بتاخد الريش بتاعت التربينه، بترسم البلاستي على الريش، توزيع البلاستي على الريش سواء البليدز او النوزل بالتفصيل. طيب اهم حاجه نعرفها بقى الكومباستر. كومباشن شامبر نفسها دي شكلها ايه؟ فيها ايه؟ الكومباشن شامبر ده فيها الفير والنوزل، داخل عندي الاير جاي من الكمبريسور، بقلل سرعته الديفيوزر، الديفيوزر ليه عرفت ان هو ديفيوزر؟ بكفر الاريا، فالسرعه بتقل، انا عايز ايه السرعه تقل؟
عشان انت عندك فليم، تخيل انت ماسك ولاعه وانت عمال تنفخ، لو فضلت لو انفخت جامد ايه اللي هيحصل؟ الفليم هتسيب الولاعه، هتسيب الجزء اللي هي طالعه منه، وبعدين يحصل لها بلو اوف طفي. احنا مش عايزين الكلام ده يحصل، احنا عايزين نخلي الفليم ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني في طول ما في فيول بيحصل له انجكشن الفليم شغال، يعني انت ما بتشوفش الفيول نهائي، انت بتشوف كان الفليم كانك بتحقن فليم. تمام؟ يبقى عندي بعد كده الهواء بيتقسم جزئين، اول ما بيدخل 80% بيروحوا في الكليرنس ده كده عشان يبرر اللاينر، و 20% بيدخلوا من المين بار، 20% بيدخلوا على هنا البرايمري زون. ال 20% دول بيضمنوا لك ان الايكوفالنس ريشيو في البرايمري زون في اول تلت من الكومباشن شامبر واحد، يعني انت كده جوه في المابيلتي ليمتس، يعني هيحصل كومباشن. حصل كومباشن وعندك سوير في بليدز بتدخل الهواء بزاويه بحيث يحصل له سوير، السوير اللي الدوامات دي كده بتخلي الفليم ستيبل. طيب حصل عندك كومباشن في البرايمري زون، الهواء 80% اللي فاضيين دول 30% منهم بيدخلوا في الانترميديت زون، تمام، وال 50% في الديليوشن زون. في الانترميديت زون كان ايه اللي بيحصل؟ 30% لو دخلوا انت عندك تاني فليم 20% رافعين حرقين، والفليم ما زالت برضه مش ستيبل. اي ظروف تشغيل مختلفه، اي هزه، ممكن الفليم هتبعد شويه عن السورس بتاع الفيول وتنطفي. يبقى انا بعمل ضغط على الفليم بالهواء اللي جاي من الانترميديت زون عشان اخليها مور ستيبل. More stable combustion هيكمل بعد كده ال 50% في الديليوشن زون اللي هي من اسمها دول عشان يبردوا الكومباشن برودكتس لدرجه الحراره اللي تقدر تستحملها ريشه الفيل. يبقى انا عندي برايمري زون دي بيحصل فيها حرق، كوفالنس ريشيو بيكون في حدود واحد عشان يحصل حرق. بعد كده الانترميديت زون والديليوشن زون انا عندي 80% داخلين عليهم، 30% في الانترميديت و 50% في الدوريشن. الانترميديت دول بتستبلايز الفليم كويس، تمام، وفي نفس الوقت بتبرر اللاينر لان جسم الكومباشن شامبر من جوه بيبقى سخن جدا، فما بيبقى ماشي عندك هواء عليها من بره بتبرد فالماتيريال تعيش اكتر. والدوريشن زون عشان نخفف درجه الحراره للدرجه اللي تقدر تستحملها رياش التربين. جوه هنا في الفيول نوزل، فيول نوزل انواع ما بيستخدمش انجكتور، بيتقال عليها اتومايزر، بريشر سوير ليكويد بس بيعدي سوير ويطلع هو نفسه طالع بسوير، فبيبدا يحصل اتومايزيشن او بريكر، يعني يتحول من ليكويد كولوم طالع من النوزل الصغيره دي لدروبلت. تاني حاجه الاير اسيست اتومايزر، يبقى بدخل فيول وهواء، هوا عشان يساعد على الاتوميزيشن اسيست هنا بس مش كتير، هوا مش كتير. اير بلاست اللي انا هدخل هوا كتير عشان يعمل اتوميزيشن افضل، هدخل هوا كتير عشان يعمل اتوميزيشن افضل. طيب تاني كده اللي حصل في البرايمري زون، قلنا 20% من الهوا دخل في البرايمري زون عشان تعمل لنا كوفالنس ريشيو واحد عشان يحصل كومبليت كومبشن. الانترميديت زون 30% ودول غرضهم كانوا بيعملوا فليم ستابلايزيشن وفي نفس الوقت بيعملوا كولينج لللاينر. وثالث مرحله الديليوشن زون 50% دي عشان نقلل درجه الحراره. الاوفرول اير تو فلو ريشيو بيكون من 50 ل 150. طيب والاير تو فلو ريشيو بتاعت الكيروسين ولا الجيت اي ولا الكلام ده كله اراوند ال 15، كل الحاجات دي اراوند ال 15. يبقى انت بتشتغل لين ولا ريتش؟ لين لين فيري لين، تمام؟ طيب الارنجمنت بتاعت الكومباشن شامبرز كل واحده من دول، الكومباشن شامبر اللي احنا لسه متكلمين عليها دي، ممكن تاخد 10 تحطهم في محيط دايره وصلهم ببعض بالمنظر ده كده، فده بنسميه كان اني ليفل، تمام؟ يبقى كل كان على محيط، خلاص؟ طيب
ده كده وكلهم متوصلين ولازم يتوصلوا عشان يبقى الضغط كلهم مسمع، كل واحده فيها انجكتور وكل واحده فيها الاجنايتر بتاعها. احنا الاختراق بيبدا ازاي؟ الصبح كده وانت بتدور الطياره عشان تسخن قبل ما تطلع، شغل الطياره الاجنايتر بيشتغل يحرق، انما بعد كده خلاص تمام خلصنا، مفيش بقى الكلام ده، هو كومبليت يعني كونتينيوس كومبشن. طيب النوع الثاني اللي هو انيلر، لو انا خدنا فيه كروس سكشن هيبقى عامل بالمجر ده كده كبير خلاص، بس مفيش دوائر بقى، هتحط تو انجكتورز على المحيط بس وهي كلها مفتوحه على بعضها، هي هتكون بالمنظر ده. وتالت نوع اللي هي الحاجه سواء السايرو او السايد كومبستر، ده في الاندستريال ابلكيشن كومبريسر، وبعدين الكومبشن شامبر بتكون واقفه عموديه على التربينه والكومبريسر، بيخرج منها الغازات، يعني الغازات تاخد لفه فيها وترجع على التربينه تاني. طيب في الاخر بقى نكتب بالابلكيشنز، هتلاقي الكاستر باي موجوده فين؟ في محطه الكهرباء تمام؟ هتلاقيها موجوده فين تاني؟ في المارين شيرز، هتلاقيها موجوده في الطيارات الحربيه، هتلاقيها موجوده في الطيارات المدنيه، هتلاقيها بتشتغل ككمبريسر درايف عشان في الجاز باي لاين. يعني انت ايه عندك تربينه كومبريسور وعامل جاس تربين بس مركب التربينه والشافت بتاع التربينه مش على الجنريتور، لا مركبه على كومبريسور تاني يضغط غاز تمام، مركبه على كومبريسور تاني يضغط غاز تمام. حتى عنده اي استفسار؟ انتوا مسالمين جدا. حجمات الصبح كانت دكتور بسالم ان الكورس بتاع حضرتك هو ده كورس؟ ده مش كورس، انت دلوقتي عرفت الجاز تربين الكومبستور ده اهم حاجه ده.